طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة واتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. الوطن هو رغيف الخبز والسقف والشعور بالانتماء والدفء بالإحساس بالكرامة، قالها غازي القصيبي رحمه الله. إن قطعة الخبز تبدو لنا دائما أكبر مما هي في الواقع حين نراها في يد غيرنا، قالها فيودور دوستويفسكي. هل أن الحكومة رأت أن قطعة الخبز والصمون بيد فقراء العراق أكبر من الصفقات والمشاريع والرواتب والمخصصات التي تتحصل عليها من أموال خزينة العراق، فترتفع أسعار الطحين بسبب قرار الحكومة بخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، ليرتفع سعر الصمون من 10,000 إلى 65,000؟ أليس الجفاف الذي تتسبب به إيران وقطعها للأنهر سبب بتراجع زراعة القمح والشعير وباقي المنتجات الزراعية؟ لماذا لغاية الآن لم تتوصل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية لاتفاق مع دول المنبع تركيا ومن ثم إيران لضمان حصص العراق المائية حتى يستطيع الفلاح العراقي أن يزرع لا أن يهجر أرضه بسبب الجفاف؟ فما هي أسباب ارتفاع أسعار الخبز والصمون في العراق؟ عفوا، حمل ارتفاع سعر الطحين في العراق معه عبئا ثقيلا يضاف إلى هموم العراقيين الذين يواجهون تحديات أزمة اقتصادية ومعيشية فاقمها سوء التخطيط والفساد الحكومي. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. يوما بعد آخر تزداد الأزمة الاقتصادية في العراق حدة، وتزداد الضغوط المعيشية على العراقيين الذين بات تحصيل الصمون بالنسبة للكثير منهم عبئا ثقيلا يضاف إلى ما يحملونه من هموم الحياة. إلى متى هذه المعاناة؟ يعني يوميا لازم أكو حلول معينة بثوابت معينة في الاقتصاد، أكو تخطيط. إحنا نبقى من أزمة إلى أزمة، زين هذا الفقير شنو ذنبه؟ يعني الفقير يوميا خالق له موضوع معين، أزمة معينة هو ما عنده. الناس على الرواتب المتقاعدين زين في شظف العيش، من كانت 8 و10 بألف هسه رجعت إلى 5 و6 بألف. يعني شنو ذنب الفقير اللي يعتمد على القوت اليومي؟ شنو اللي راح ياكل هاي الأسعار الباهظة؟ يعني عندنا كثرة الفقراء خصوصا في مدننا بغداد والمحافظات الأخرى. يا ريت ونطالب الحكومة بالمراجعة حساباتها والانتباه لحال الفقير. وتفاقم الفساد في جميع قطاعات الحياة في هذا البلد النفطي الغني بثرواته. بالرغم من ذلك لم يتوقع العراقيون يوما أن يمس الفساد الخبز، الغذاء الأساسي في حياة العراقيين، كما حدث لأغلب السلع اليومية الضرورية للحياة. إلى متى الأحزاب تفوق؟ هذا يفوق، البرلمان يفوق، يعني هم عايشين أحسن عيشة وإحنا قاعدين نظيم. يعني هسه صمون شرفك من 10 بألف إلى 12 بألف إلى 5 بألف، ما عاد من يجيب. يعني عالم كاتل الهبر على قوتنا، بالقرآن ما يصير، بالقرآن ما يصير، ملينا ملينا. ويحمل العراقيون الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار جميع المواد بشكل كبير ومنها الغذائية، وسط صمت حكومي ومخاوف كبيرة وخاصة لدى محدودي الدخل مما سيواجهونه في قادم الأيام. مو عيب يا برلمانيين، والله لو تستحون شوية، والله والله لو تستحون شوية تباعون على الفقرة. تقبل أنت تنزل للسوق وتشتري صمون؟ طبعا أنت ما تقبل. ليش؟ لأن تيجيك صمون كليته مسلفين ومن خارج الدول، يلا تاكل صمونه. وانت شنت عمرك ما تاكل صمون، عمرك شنو يا البرلمانيين يا الحكومة، عمركم شنتوا ما تاكلون صمون. بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل بيكم. وفاقم ارتفاع الأسعار بشكل كبير معاناة العراقيين، خصوصا أن الارتفاع شمل كل مفردات الحياة الأساسية ومنها الخبز، هذا الغذاء الأساسي الذي يخشى العراقيون وخاصة الفقراء أن لا يعودوا قادرين على تحصيله في قادم الأيام.
إذن ما هي أسباب ارتفاع الخبز والصمون في العراق؟ طبعا وزارة التجارة وعلى لسان مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة محمد حنون قالت الشهر الماضي بأن وزارة التجارة ليس لها علاقة في موضوع دعم الأفران بالطحين، كما أن الموضوع لا يدخل ضمن اختصاصها. وبين حنون بأن اختصاص الوزارة هو توزيع السلة الغذائية على المواطنين شهريا. طبعا الكل يعرف بأن السلة الغذائية يا أما يجي بها مفردة أو اثنين أو ثلاثة أو ماكو أصلا. أضاف حنون بأن الأفران قطاع خاص تتسلم الطحين من الأسواق المحلية، ودور الوزارة في هذا الأمر هو المراقبة والتدقيق على من يقوم برفع الأسعار. مثل ما نعرف اليوم الأسعار صعدت بشكل كبير جدا. أكد بأن الوزارة لا تتمكن من تزويد آلاف الأفران بالطحين كونها معنية بالبطاقة التموينية، وتقوم شهريا بتوزيع مادة الطحين على المواطنين، وكما أن لدينا خزين جيد من الحنطة كما قال حنون. ولفت إلى أنه بإمكان أصحاب الأفران إلى رفع شكواهم إلى مجلس الوزراء أو البرلمان، وأكد بأنه إذا تم تكليفنا بهذا الواجب فسنقوم بتنفيذ ما يطلب منا. أما الآن فلا يمكن صرف دينار واحد خلاف الضوابط. طبعا يذكر بأن أصحاب أفران الصمون قاموا بتقليل عدد أرغفة الصمون إلى 6 بعد إن كانت 8 أو 10 بسعر 1000 دينار عراقي، فيما عزوا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطحين في الأسواق المحلية من 28,000 دينار زنة 50 كيلو إلى أكثر من 40,000 دينار عراقي مثل ما شاهدنا قبل قليل بالتقرير. طبعا خبراء الاقتصاد تحدثوا عن أهم أسباب ارتفاع سعر الطحين في العراق، وقالوا بأن في مقدمة هذه الأسباب هو عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة نتيجة الجفاف وقلة الموارد المائية، بالإضافة إلى حجب الدعم وقلة التخصيصات المالية الخاصة بالمزارعين من جانب الدولة، واعتمادها بشكل كبير على المستورد من محصول القمح، كما أن الاستيراد تأثر بشكل كبير مع تغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لأن الاستيراد يتم عن طريق الشراء بالعملة الصعبة، ناهيك عن تذبذب البطاقة التموينية وعدم تسليم الحصة كاملة من مادة الطحين في البطاقة التموينية. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. دعم ضرب الأستاذ عمر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. تحية لك ولو حياك الله. وتحية الشعب العراقي. يا هلا. بالنسبة للأستاذ وضع العراق لن يتغير شيء إلا بثورة، لأن هذا النظام هو نظام عميل لإيران، وهو هدفه من زيارة هذا الخاين لإيران الجديدة هي يعرف أنه تمديدهم كلهم أكبر بعضهم، برهان صالح والكاظم، هم يعرفون تمديدهم من إيران وليس من العراق. فهو لابد الشعب العراقي يثور يكنس هذه احزانات ايران كلها على راسهم الخاين الكاظم. وتحية لك. نعم، فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا بحسب تقرير لجريدة العرب نشر الشهر الماضي جاء بعنوان العراق يضطر إلى استيراد القمح لتغطية النقص في المحصول في البلد النفطي، العراق يحتاج 5 ملايين طن من القمح سنويا لدعم الغذاء، حيث كشفت الشركة العامة لتجارة الحبوب التي تتبع وزارة التجارة في العراق بأنها تهدف إلى استيراد القمح في بداية العام المقبل لتعويض انخفاض إنتاجية المحصول المحلي في الموسم الحالي نتيجة نقص الأمطار. طبعا لم تقل بأنه هناك جفاف سبب دول المنبع. لم يعلن المستورد للقمح في الشرق الأوسط، ويعتبر العراق من المستوردين الكبار، عن الكميات التي ينوي توريدها من الأسواق الدولية، لكن على الأرجح أنها ستدور في فلك مليوني طن. يحتاج البلد النفطي ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه لدعم الغذاء، وتقوم الجهات المعنية بخلط القمح المحلي مع حبوب من أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية قبل تزويد الأسواق به. طبعا تظهر البيانات بأن الحكومة الاتحادية اشترت حوالي 3 ملايين و36 ألف طن من القمح من المزارعين،
هذا العام بانخفاض حاد عن أكثر من 5 ملايين طن في العام السابق. تطرح الشركة العامة لتجارة الحبوب مناقصات دولية بشكل دوري لاستيراد القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز والسكر وحليب الأطفال. طبعا ملوحة المياه مرفقة بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة ضربة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد. القطاع ضعيف بحسب تقرير أصلا، فهو لا يؤمن أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، فيما تغرق الأسواق بواردات زراعية ذات جودة أعلى من الخارج. جفاف الأنهار والأهوار واضح ويتسارع بشكل مضطرد في بلد شهد منذ 4 عقود حروبا وأزمات متتالية اضطرت بشدة أو أضرت بشدة بالبنى التحتية. العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفك يزداد قساوة، وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 3.5% من الأراضي الزراعية في العراق فقط مزود بأنظمة ري، حيث طال التصحر نحو 69 من أراضي العراق الزراعية. هذا الوضع يثير قلق الكثير من المزارعين وحتى مربي الماشية. معنا اتصال أم وسام من الطارمية. أم وسام، برأيك ما هي أسباب ارتفاع أسعار الخبز والصمون بالعراق؟ خالة عمر، أهلا وسهلا بيش، تفضل يا أم وسام. أم وسام نصي التلفزيون للأخير، الله يخليك، نصي التلفزيون للأخير حتى أفتهم عليك. شلونك؟ شلون صحتك؟ يا هلا بيش، تفضلي. أقول لك يا مو دايطون حطة، ها؟ مو دايطون طحين. إيه. ما يخبز بالبيت ويأكله، أحسن ما يخبز العدة بالفرن. حطة زينة وخوص طحين، والله هاي صعب شهرين خوص طحين دايطونة. واحد يكتب صحيح ما يكذب. اي ماشي، اي بس انا اقول لك وباقي مفردات البطاقه التموينيه زين، مو كل الناس زين يعني احنا ما نقدر نجبر كل الناس تخبز بالبيت. اي ما احنا شطانه هالمره زين. هو اذا الشغله الطحين من 28000 صعد فوق ال 40000 وباقي المواد الغذائيه، استلمت البطاقه كامله ام وسام؟ انت استلمت البطاقه مفردات؟ استلمنا الدار واستلمنا حمص مدروس وعلى هذا فاصوليه. تمام. صار لكم ايش قد تستلمون بشكل مستمر؟ ها ماكو، صار لنا حصه واحده بس. اي وقبلها وين راحن؟ شالوا من الشكل، لا تفرهن من وين راحن. اي هو هذا يعني. يطول لك ويلي. الى عاد شلون؟ هذا راح حلو تفرق. هذا حق المواطن العراقي. صار له سنين ما طونا كل شيء. خاما احنا والله ام وسام، خاما والله الطونه شهر وجبه، ويعني شو مانيه خاما، هم مشتغلين عماله ومطين للعوائل العراقيه، هاي من فلوس العراق. الحصه كانت يعني شو اسمه 16 حاجه بيها، هسه ماكو بس الطحينات. احنا قلت لك الطحينات زينت شويه، بس انا اقول لك يعني انا اليوم من سمعت اخبار البغداديه خبلت، طلعت كلها حراميه واحنا قاعدين وساكتين. والله خاله اليوم حكوا عليهم حكي ما ينحكي ما ينحكي. على مين؟ يعني على كل على دول اهل البرلمان. طلع حتى الحلبوسي واحنا نقول هو هو بس هو وصل عاري، حتى هو طلع يخوفون يجون يقتلون الواحد البيت، والله يخوفون خاله. زين ام وسام، ام وسام الحكومه من رفعت سعر الدولار كان ب 1200 هسه صار ب 1450، قالت المواطن العراقي ما راح ينظر. انت اليوم الاسعار، اليوم المواد الغذائيه الخضره ارتفعت لو مثل ما هي؟ لا يوم لا، كلها غالي، كلها صعد، كلها صعد. اصلا ما نقدر نشتري والله بالله، اجيب الراتب لا والله، لا بالمحل هذا، لا بالاسواق،
قبل ما الطاقه الغذائيه قلت له وصار ثلاث اشهر انا ماكو راتب عندي ثلاث اشهر راتب ماكو صار تشابه اسماء وراتبي انقطع كله بالدين هسه كله بالدين الله يعينكم انا اشكرك ام وسام من الطارميه كانت معنا ابو حسن من بغداد ابو حسن ما هي اسباب ارتفاع الخبز ارتفاع الصمون بالعراق برايك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخوي عمر هم دول يعني هم خطه تجويع مثل ما صار بلبنان يعني هم ايران بعد طبت بالدول هاي مسوي لهم فتح خط معين بلبنان صارت نفس المشكله هاي يعني الطحين ما طحين وشغلات والمواد الغذائيه هم دي يعني دوله تقيم علينا كل الدول العربيه يعني هالعصابات هذه تصير على الدول العربيه كلها يعني الطحين ده يغلى هاي هدفها تجويع العراق وجعله يعني مهتوك ومنتهي فهم دول الحكومه يعني وطريقتهم بالتعامل العراقي يعني مو عبالك عراقي من دمك ولحمك لا عدو يعني المواد الغذائيه صاعده الطحين صاعد على اي شيء تشتريه صاعد يعني ما شنو جو ابتلاء يعني انا بقول للعراقيين اخواني العراقيين يعني ليش السكوت هذا يعني يوميا مسوينا دوامه يعني مخلي العراق شلون الجدر ويخوطون به يعني الى متى يا عراقيين بس بدي اعرف الى متى تصبرون وعيب على العراقي ينزل هالذله هاي ثوروا على الخنازير دول ثوروا عليهم يعني صمون من 8 او 10 الى 6 يعني تقبلوا انتوا على نفسكم هم مرتاحين وخده وخدار واموالكم كلها بحلوقهم يعني الى متى تظلوا ساكتين؟ يعني شو تسوي الحكومه اللي تمر بازمه اقتصاديه تقول احنا عندنا ازمه اقتصاديه اخي ازمه اقتصاديه راح مال ابوك كله فساد والاموال العراقيه كلها لايران لامريكا لاسرائيل لبريطانيا لفرنسا ترى كل الفلوس العراقيين دول مجرد موظفين يعني ما مأتمين على الحقوق العراقي يعني دولة كل واحد عميل الدولة هي دولة أمرة اللي جاي منها يعني إلى متى إلى متى زين أصحاب الأفران أبو حسن أصحاب الأفران يقولون إحنا كنا نشتري كيس الطحين ب28 هسه صار فوق 40,000 وارتفعت أسعار الغاز وأسعار النفط اللي نشغل بها الفرن اضطرينا إلى أنه نرفع السعر كانت 8 أو 10 بألف صار ب5 أو 6 بألف إذا نتكلم عن الصمون وكذلك الخبز يقول لك إحنا مضطرين إلى أنه نرفع السعر زين غير أكو حكومة تحدد الأسعار المواد السلعية المنتجات وين وزارة التجارة أخوي عمر مو ذنب الأفران والله يا أخي مو ذنبهم ذنب الحكومة الحكومة فاسدة وتدمر العراق يعني سبب الفرق ما كان قبل السعر كيس ب 28 مو دا يشتغلون عدل بس هم الحكومه هم دا يدمون الشعب هم يزيدوا الاسعار وصعدوا الدولار ونزلوا العمله العراقيه الى الادنى يعني ماكو شيء يا اخي ترى مو ذنب الافران والله الاكل والافران والله عم يعني ما راضين يبيعون لنا 6 والله والخلقك بس يقول لك احد يشتري بس سعر هذا والدوله تجيبه ونشتري بس سعر هذا مو ذنبه ذنب الحكومه الفاسده لأن كلها فاسدة ومتآمرين على الشعب وإرهابيين يعني إلى متى يعني كل الصفات المزينة بيهم وفوقها يخلي نفسه بعد الانتخابات هذا كاتب سنجعلها دولة وهذا الأخ يقول له أهم أهدافنا الصحة والغذاء يعني إلى متى إلى متى الشعب هذا يضحك عليه وأنا ما أقول لكم إحنا مو شعب واحد ما صدقون بيه لا لا يعني واحد لا واحد لا لا أبو أبو حسن لا 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 المعاناة المعاناة على الكل يعني ما أنا أقصد الناس العملاء مستفادين أخي والله يا عمر ناس مستفادين ومكيفين على دمار العراق أكو ولكن الأغلبية هي المتضررة أي طبعا الأغلبية هي المتضررة أنا هذا قصدي الناس اللي مستفادة وتنام على جراح العراقيين والله العراق ما يستاهل عبد الله هاي العراق اشرف من الشرف كله عراق صاحب غيره ودين انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا ابو علي من ابو غريب ابو علي برايك ما هي اسباب ارتفاع اسعار الخبز والصمون بالعراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك يا عم احنا العراقيين عشنا الحصار من عهد الحصار اللي كنا حتى الحصاله من يم من الطحين والله
والله اكلنا كل شيء. العراق تحمل، الخليجيين ما تحملوا. الخليجيين لو يصير عندهم من ايام امريكا كان انهزموا من دولهم. والله العظيم الخليج بس العراق تحمل كل شيء، والجاي يشتري بفلوسه ولا خلفت على الله الخليج، لا من السعوديه ولا من اي دوله، من اي دوله. هسه تقريبا العراق تساوى ويا الخليج، ترى احسن من الخليج العربي كليته. من اي ناحيه بالله احسن؟ من اي ناحيه؟ أكل من الناحيه كل شيء. شلون بالله؟ خير العراق الحمد العراق احسن من خير الخليج كليته، من السعوديه هسه من الكويت. يعني هسه احنا ما عندنا فقر بالعراق؟ ما عندنا فقر نهائيا، والطحين خير من الله. حي ولاك يا يعني انت تكذب حتى ارقام الحكومه بالعراق، تقول نسبه الفقر بالعراق وصلت حوالي 30%. محافظه المثنى نسبه الفقر بها اعلى محافظه بالعراق، يوصل يعني نسبة الفقر أكثر من 50%. هاي أرقام الحكومة. وأنت تقول ماكو فقر. المثنى أحسن عيش. المثنى الأمم المتحدة تقول إنه بالعراق أكثر من 5 مليون يعني يحتاج إلى مواد غذائية. 10 مليون فقير. الأمم المتحدة. قبل من إيران حتى السودان ساعدناها بالبيت. أدري قبل، هسه إحنا ولد اليوم، إحنا اليوم ولد اليوم. احنا ليش مكلبين قبل واحنا واحنا؟ احنا دا نحكي ولد اليوم. احنا اليوم عندنا عشرات الالوف من الخريجين ما عندهم شغل، ما عندهم وظيفه، على الطالبه الطاله يوميه يضربوهم. انت تقول ماكو فقر. الامم المتحده تقول 10 مليون فقير بالعراق. الحكومه تقول نسبه الفقر وصل حوالي 30%. محافظات نصف سكانها يعانون من الفقر. هذه بارقام الحكومه. وزارة التخطيط تشير إلى ذلك. شلون أنت تقول ماكو فقر؟ ذول اللي يلمون من الزباين، يعني شنو أنت عبالك؟ أنت يعني عبالك أنت الفقير لازم يموت من الجوع مثلاً؟ ما يأكل قرص الخبز؟ هسه إحنا شلنا علاقة بدول الخليج؟ يا أبو علي إحنا شلنا علاقة بدول الخليج؟ لا دول الخليج ها عندها نهر يصب بالعراق، ولا هي قاطعة الأنهار على العراق. أنت ليش بتشلب بدول الخليج؟ أنا دا أحكي اليوم على وضع بلدي. وضع بلدي. المي يغطيك ويغطي العراق. جفاف عمي جفاف. ترى المي عندنا خير من الله. عمي جفاف، أنت وين عايش؟ أنت عايش بالعراق متأكد يعني؟ اكو جفاف بال 2019. اسمعني بال 2000 جوز انت امورك عدل، الله يزيدك ويحفظك. بال 2019 بس انا لا تولد لك، انا انت بيدي والله بيدي جلطه والله العظيم. عيشه من عيشه الخليج العربي كليته. هسه انت موظف راح ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو صلاح من الانبار. ابو صلاح ما هي أبو صباح؟ أبو فلاح العفو. أبو فلاح ما هي أسباب ارتفاع الخبز والصمون بالعراق؟ أبو فلاح تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر. نعم تفضل. ما هي أسباب ارتفاع أسعار الخبز في العراق؟ بسبب ارتفاع الدولار. شلون؟ الدولار يعني مو بس كل شيء متضررين من الدولار، يعني قال الاسعار المحلات التجاري اي شيء يعني. نعم. كل شيء من باب العراق كل ايش قال يقول لك سبب ارتفاع الدولار. هم قلوا الاسعار من اجل تقليل محصول يعني بسبب الجفاف بسبب يعني هم نعم. انقطع اتصال مع أبو فلاح من الأنبار. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
تعبان ينور كذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت بس بيش اخذت الربع بثلاثة ونص والله وانا عندي 6000 دينار الحمد لله وشكر عليه تعالى رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى اولا هذه فقرهم كذبه اقول لك كذبه يعني بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق تجي تعطي احنا رواتب نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين مليون ونص مال متقاعدين تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع على كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم هسه انت متريق لو بعدك لا والله وحق وحق هو الله ما متريق زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت هذا شوف خله حاجيك احنا هذا راح نخلي بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله في مال لا تعال يا بتعال في مال لا في مال لا خليني في مال لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا يعني تعبان انا يعني تعبان اهلا بكم من جديد معنا اتصال ام محمود من الموصل تفضلي ام محمود ام محمود ما هي اسباب ارتفاع الخبز والصمون بالعراق والله احييك اخوي السلام وسهل. عليكم وعليكم السلام ورحمه والله الله والله اخوي الاسباب الحكومه اولا وتاليا الحكومه هم ياكلون يشربون متونسين وتقعد بالفقير من المتضرر الفقير اللي ما عنده خلي اعطيك مثل السجون سجن الحوت تعرف انت ايش ياكلون يتعشون اندومي الخبز اللي يجيبوا له مو يبسونه وينقعوه بالماي وياكلوه هاي حياه السجين هاي السبت يعني هذا اخر شيء اللي سمعناه من السجون مال الحوت لا. يعني معاناه يعني ظلم ولو هذا ما موضوعنا بس انا شفتهم على موزه المساكين كلمة. الله يحفظك والله سمت. اني رحت على ابني وما خلوني افوت اشوفه نعم. هاي سنتين ونص اني ما شفت ولا سمع صوته ومع العلم النساء يعني قليل يعني ساعة 7 الصبح قالوا نرجع وهذا والموظفين كل واحد بيده نرجيله من هاي بالايد واقف يدخن وما دايرين بالامهات العجايز الشابات الاطفال يعني مأساة احنا جينا من الموصل الله وكيل ليتين احنا بالسيارة ما نمنا ولا قعدنا كله طريق طويل ومصرف وفلوس نتدين ونروح نودي لنا فلوس وعلاج ولفلوس ويلا انتظروا مخابرة بالرسائل وما عنده موبايل شي يسوي إن ما يعرف يقرأ ويكتب شي يسوي ينتظر الرسالة أنا سنتين ونص ابني أقول له ما جتني رسالة بس ساعدني دفوت أشوفه والله طلعوا يبكون النسوان من شافوا ولادهم كأنهم طلعوا يبكون يقولوا ولادنا فاتوا الشباب طلعوا شياب اللي بيهم قنقري تقول أمه واللاخ تقول بيه سكري والأم اللخ تقول ابني عنده تدرر رئوي وميتين من الجوع ميتين تنهلكوهم هلك الله يحفظكم احنا عن طريقكم من ناشدكم نعم. عن طريق قناتكم الشريفة تدحقون هذول الولاد الشباب ضعوا مستقبلهم زين أم محمود انت وصلتي الى السجن ليش ما قدرت تشوفي ابنك وصلت لي البطحة ليش والله لي سيطرت البطحة عليك يقول ماكو انتظروا رسائل وظليت والله يحفظك الله يخليك والله أنا حرمة كبيرة عمري 60 سنة بس جيت لي هنا وتعبت واني ما أقدر والله مريضة عندي عملية بس أشوف ابني أشوف طيب ما تقول إيه موجود دقينا حاسبة موجود بس نطينا الدواء والفلوس وروحي توكلي هذا كلامهم والله وساعة 7 الصبح رجعنا من الجمعة من الليل طلعنا الغبشة بالأربعة للسبت الساعة 10 بالليل أنا وصلت هذا كله طريق وقفة وتعب وقهر وضيم لو تعرف الأمهات شجر وإهانة من هناك من أهل سيطرة البطحة خلوها السيطرة بشول ماكو بس سيارات وشول وهم يعني ما يرحمون أحد لا ماي لا أكل لا شرب لا حانوت والله النسوان يجوعون ما عندهم أكل يأكلون بالمطعم ينزلون استراحة هاي تشتري له جبس هاي تاكل نستلة بس اللي عنده فلوس يأكله بالمطعم شيش الكباب بخمس تلاف يعني ظلم ظلم مين ما تروح ظلم يعني معاناة
هل يجيبون ولادنا على مناطقهم شوية؟ كل من يروح يزور ابنه شوية المسافة تقل المصرف، يعني متنا والله تعبنا يعني فوق، ابني ظلم مسجون وباقوا سيارته وتهموه 4 إرهاب، هو يداوم بالصحة، شنو ذنبه؟ عائلته راحت، زوجته بحد ولاده عندي، يعني ليش هيك؟ ماكو أحد يرحم، لا القاضي يرحم ولا المحقق يرحم ولا أي واحد من عندهم، ما حد يرحم أحد بهذا الوقت. الله وكيل أخويا، الله يعينكم أم محمود. هذا قهرنا، ما حد يصدقنا ولا حد يساعدنا، خلي يعملوا لهم بصمة بحياتهم يذكروها بالتاريخ، يعملون عفو. هاي كم سنة ماكو عفو، خلي يفوتون على سجون حقوق الإنسان، يشوفوهم يشوفون حالتهم، يحكون وياهم حتى يصدقون، يطلعون بالتلفزيون يأخذوا لهم صور. يعني والله لو شوفوا الأمهات تبكي من طلعوا من الزيارة، والله يعني حالهم حال الضيم، تقول ابني فاتج علينا بطل شاب شايب حتى شعره واقع، كل واحد تحكي قصة شكل وكلتنا نبكي معاهم. الله وكيل، الله يعينكم وإن شاء الله أن يفرج عن الأبرياء. أم محمود من الموصل كانت معنا. أبو نور من واسط، أبو نور برأيك ما هي أسباب ارتفاع أسعار الخبز والصمون بالعراق؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا صاحب الصمون. يا أهلا بك، تفضل أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا ريت تسمع من التليفون مباشرة وتنصل التلفزيون للأخير، التلفزيون للأخير حتى نفتهم عليك أبو نور. وعليكم السلام، أسمعك. شلون أخوي؟ يا حبيبي. أنا صاحب فرما صمون. نعم. يعني الدولة وين عنا من ربحه وهذا السعر تسعد أعرف. نعم. يعني 37 يربحوا 43، يعني الدولار يصعد الطحين، هسه الدولار نفس السعر والطحين صعد. شنو هذا السبب؟ نعرف شنو هذا احد ما سمعنا يعرفها. زين، يعني احنا وين نروح هسه؟ احنا اصحاب الافران وين تروح؟ يعني تبيت الله ما تجسد عندك. زين، نعم. زين ابو نور، ابو نور بيش كان قبل من كان الدولار ب 1200، بيش كان تشترون كيس الطحين من السوق؟ من كان الدولار ب 127 كنا ناخذ الكيس ب 28 27. نعم، هسه بيش؟ هسه الدولار 150 صار علينا ب 37، شو فتره كان يصعد لنا 43. نعم. ايه، يعني هسه نعرف احنا شنو مصيرنا. الغاز النفط هم صعد؟ النفط صار البرميل ب 100، والغاز صار الدفه 7000. بيش كان قبل صعود الدولار؟ قبل ما صعد كان البرميل النفط ب 45. اها، فوق النص يعني. اي نعم، صعدوا نص حد علينا. نعم. اي هسه والله العظيم ما نعرف راسنا من رجلينا، يعني نريد صورة حل من قناتكم الموقرة. نعم. ايه زين، برأيك انت مو المفترض الحكومة من تسوي هذا الشيء، يعني تضبط أسعار الخبز والصمون عن طريق دعم أهل الأفران؟ ايه، احنا قبل كانت الإعاشة هي وتخلينا السعر. نعم. هسه ماكو. وما اعرف شنو نايمة عن، ما اعرف نايمة عن التجارة، ما حدا يدري. وزارة التجارة تقول احنا ما لنا علاقة بالأفران، هاي قطاع خاص، احنا بس نوزع طحين للمواطنين. يعني وزارة التجارة غير هي المسؤولة عن الطحين الاستيراد. نعم، هي المفترض تكون مسؤولة عن ضبط الأسعار وتسعير كل المنتجات والخدمات للمواطنين. هاي وظيفتها بكل دول العالم اللي نعرفها احنا. مو يا لا. نعم. تعرف شنو الخلل، شنو السبب؟ من قناتكم المواقف مكتوب هاي. نعم. ان شاء الله. ان شاء الله صوتك واصل ابو نور، اني اشكرك ابو نور من واسط. ابو فلاح من الانبار يعاود الاتصال بنا، تفضل ابو فلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
استاذ عمر، بالنسبه لسبب ارتفاع الاسعار سعر الطحين، نعم، بسبب صعود الدولار وبسبب فساد الجهات المعنيه. يعني هم الحكومه ما عندهم مشكله، اذا شنو مشكلتهم؟ الشبعان ما يحس بالجوعان، يعني اذا رفعوا الاسعار او شيء يعني عادي عندهم. مثلا هم مش شطر يعني تبهدل المواطن بهدل. نعم، يعني احنا ما لنا حل. يعني الناس تعمل ورا الانتخابات، هاي الانتخابات كلها كاذبه من اجل يعني الكذب صعود استمر اسنا فاسدين بحجه الانتخابات، ولا حل ما لنا بس الله ونعم بالله. اي استاذ عمر، احنا مو بس حتى الحكومه، نقول الحكومه ما عندنا، يعني حتى شايف انت اخ ما يقبل اخوه، اخ ما يحس بأخوه، لا جار يحس بجاره. يعني نشوف المحد يعني يرحم احد، يقول ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء، لا نشوف احد ينطي احد. حتى احنا نقول وين منظمات المجتمع الدولي الامم المتحده؟ يعني علمك هم نزلوا مساعدات للعراق، منظمه اليون وهاي كلها جالسه تسرق وتنبع المحل التجاري، بعض المساعدات للمواد الغذائيه، وجالسه تلقى بعض المحلات عليها علامات اليون المواد، وانا شفتها بعيني اكو بعض التهريب وهاي. نعم. يعني نقول مستفيد منها بس التجار وهاي اللي يستفادون، الفقير يعني واقع براسه، يعني ما عليه بس الله. ونعم بالله. أنا أشكرك أبو فلاح من الأنبار كان معنا. طبعا كمية الأمطار القياسية التي تساقطت في البلاد قبل عامين يعني أشاعت حالة من التفاؤل بين المزارعين الذين سارعوا إلى زراعة مساحات شاسعة لم يكن يزرع بعضها بالحبوب في المواسم السابقة بسبب حالات الجفاف. رجعت الأمور طبعا خلال فصل الصيف. من كل عام يواجه العراق انخفاضا في مناسيب نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، ما يؤثر على اقتصاد البلاد. تشهد منطقة الأهوار جنوبي العراق جفافا ينعكس تأثيره على مصادر رزق سكانها، ويقول العراق بأن المشروعات المائية التركية أدت إلى تقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه. بعد أن أعلنت الحكومة في عام 2019 تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة الحنطة والشعير لأول مرة منذ عقود بحسب تصريح الحكومة، يعود العراق مرة أخرى إلى الحاجة للمنتج الخارجي. اليوم النائبة منار عبد المطلب حذرت من تأثير أزمة قيمة الدينار العراقي أمام الدولار على ملايين المواطنين العراقيين لا سيما الفقراء، وقالت النائبة منار عبد المطلب بأن أزمة استمرار رفع سعر صرف الدولار أصبحت تلقي بظلالها على شريحة الفقراء والكادحين في العراق، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد أصبحت تفتك بالطبقات الفقيرة والكادحة. معنا اتصال أبو عادل من صلاح الدين. أبو عادل، برأيك ما هي أسباب ارتفاع الخبز والصمون بالعراق؟ حياتي، ارتفاع الخبز والصمون في العراق هي الأزمة، اللي الطحين اللي يوزعونه للمواطنين كله يبيعونه آلاف للحيوانات، وارتفاع سعر الدولار هاي سنين. هذا الحين اللي هسه يوزعونه للمواد الغذائية صاروا يبيعونه لآلاف للحيوانات لأن ما يقبض ولا يقف التنور. فهذا سبب رئيسي. والسبب الثاني ارتفاع سعر الدولار هم أذى المواطنين بالنسبة للأفران الصمون وأفران الخبز، لأن هسه هذا الطحين اللي يجيبونه ب 43 ب 42 ب 45، يعني هاي الحد اللي يشوفه احنا. وأنا لا فرن ولا عندي فرن ولا عندي مصلحة لهذه الكلام اللي أقول لك فيه، وإنه ما جاي ننظر الأفران اللي يخبزون حولنا حوالينا. نعم، طبعا أنت تشتري من الفرن أكيد. ايوه، هي المشكله الرئيسيه. نعم، انت مواطن مستهلك يعني انت متضرر. اي نعم. نعم. نعم نعم نعم، المواطن المستهلك متضرر، هو الرئيس المتضرر. زين، الحكومه ابو عادل، انت قلت بانه السبب الرئيسي هو رفع سعر الدولار، سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي. الحكومه بوقتها قالت انه المواطن ما راح يتضرر. زين، احنا نشوف اكو ارتفاع بالاسعار، بالأسعار المواد الغذائية، بالخبز، بالصمون،
بالأكل بالشرب باللبس كل شيء صعد، شلون ما يأثر على المواطن؟ شلون ما يأثر؟ تأثير فعال تأثير جذري. وبالنسبة للناشد احنا رئيس الوزراء حول وزارة التجارة اللي تستخدمنا هذا الطحين، هذا الطحين اللي منتج عراقي يعني ما يخبز إذا كان مستورد شلونه؟ يعني احنا طلعني مشكلة والله ما نقدر شو نقول لك يا نعم. الطحين اللي يجيبون لنا ما يخبز يروح يبيعونه العوالد تبيعه ب 15 وتروح تشتري ب 25 و 27 يعني هذا همين جريمة هذا يعني إذا يزيد فوق هو جاي يستنى ورد يبيعه ورد يشتري. نعم. شو تقول أخويا صايل ولا؟ طبعا بضرر للمواطن. رحمة الله أريد نحن نقصد عندنا معلومة أريد بس يدعونا ويسمع رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء حول المعتقلين اللي بالشمال. نقول بالاقليم. نعم. يا اخي لا مواجهه لا قد واحد يقدمون على دعوه يقدمون للمحكمه يا هذا شنو محجوز؟ شنو محجوز صار خمس سنوات ست سنوات؟ اهلا لا شادينا ولا مصينا في الخارجيه ولا مشتمين ريحته. هذا من اقربائك؟ هذا من ابو عادل هذا من اقربائك؟ والله ابني. ابنك. محجوز ما نعرض خمس سنوات ما نعرض على القاضي؟ والله لا معرض ولا شاكينا ولا من دلوا فقط اللي طلعوا من سجون يذكرونا اياه. اريد اقول يا ابو مقابل مؤدب حلوا لنا اياه بس اريد هذا بيا سجن ابو عادل بيا سجن والله يقولون السجن سلام وبس يعني وما عندهم سجن فرمانداي وعندهم سجن بيا منطقة بيا منطقة بأربيل بسليمانية 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 لا بسليمانية وابنك وين اعتقله يعني كان بالإقليم تم اعتقاله لو اعتقلوه من كركوك نسأل نتبشر نتواصل اللي يريد نكتم ريحته ما جانب ونطلب منكم بشر والله سبحانه وتعالى من الله أول مرة نعم ونطلب منكم بشر رئيس الوزراء يسمع هاي كلامنا ويداعينا بأولادنا يدعوننا يعني مو واحد اثنين يعني عشرات وأقول لك مئات السجناء اللي موجودين بالشمال دخيل الله دخيل محمد دعونا بأولادنا والله بيهم 10 سنوات وبيهم 7 سنوات وبدون لا حكم ولا دعوة قدموها للمحكمة ليش الحجز ليش يعني إسرائيل ما يسويها إسرائيل اللي قدم المحكمة يقول له أنت يا أبا علي كفلان دعوة وإن كمان هيك تخلص حكمه طلع بس هذول لا يقدمون محكمة ولا أصلا ولا أبدا ولا يقولون هالشكل بس فقط محجوز وهاي نعم هو هذا المفترض ليصير طبعا الله نعم من خلال قناتكم يسمع رئيس الوزراء أو تناشدونهم أو تناشدون هالإقليم هذا الإقليم الغضب نعم أبو عادل من صلاح الدين طبعا من حق المحتجز أنه يعرض على القاضي يعني 5 سنين حتى أهله ما يعرفوا وين مسجون بالضبط من خلال الناس اللي تطلع من هذا السجن أو ذاك يوصلهم خبر يعني هذا أمر غير معقول وينافي أبسط حقوق الإنسان مع الأسف ناصر من بغداد تفضل ناصر مرحبا استاذ أهلا وسهلا بك يا أهلا بك هاي الشحة اللي صارت بالخبز نعم. نتيجتها الدولة خزين استراتيجي عندها صوامع يعني تخزن به حد فهي نتيجة شحة بعدين الحرائق اللي صارت من قبل الميليشيات تذكرها العراقي مئات الهكتارات احترقت فسببت لنا أزمة بعدين الدولة ما تسجل لك فلاحظها ما عنده إنتاج إنسان قاعد فبالتأكيد فسببها كلها إنه الدولة زيادة الأسعار يعني مو ذاك التأثير 25,000 زيادة الورقة صمون صار 6 يعني بالنص يعني صار بالستة فسببها الدولة ما عندها خزين يسموه الخزين حتى تعتمد عليه وقت الشحة زين على ضبط الأسعار غير الحكومة ممثلة بوزارة التجارة تتواصل
مع أصحاب الأفران لتحديد الأسعار من خلال دعم أبو الفرين، تطي نفط، تطي طحين. نعم احنا الأسعار زادت نتيجة الغاز عليه، النفط زاد عليه، الدولة ما قاعدة تدعمه. بعدين الضريبة فاحنا مضررها، لكن الأسعار لو عندها خزين استراتيجي بريد نقص بالمنتوج كل شوية، أنا بالكرمية وأعرفها تسبب زيادة بالأسعار. نعم أنا أشكرك ناصر من بغداد كان معنا. طبعا مسؤول في حكومة الكاظمي أكد بأن المباحثات التي أجراها وزير الموارد المائية محمد الحمداني مع مساعد وزير الطاقة الإيراني محمد تقي خامسي لم تصل إلى أي تفاهمات حاسمة بشأن ملف المياه. وكشف المسؤول بأن الحمداني طلب بداية ضرورة إطلاق إيران للمياه ولو بنسب تدفق أقل من السابق أو تقاسم الضرر خلال فترات شح المياه، إلا أن الجانب الإيراني لم يبدي أي مرونة بل اكتفى باقتراح تشكيل لجان لبحث الملف. بدوره قال النائب صباح العقيدي بأن تشكيل لجان لبحث ملف المياه لا يقدم أي حلول للعراق، وشدد على ضرورة توجه الحكومة نحو تقديم شكوى دولية وعدم الاكتفاء بالتلويح. طبعا لجنة الزراعة والمياه النيابية حذرت من اتجاه العراق نحو التصحر نتيجة ضعف إجراءات الحكومة إزاء الجفاف الذي يهدد العراق. عضو اللجنة جمال فاخر قال بأن 60% من الأراضي الزراعية تم تقطيعها وبيعها بسبب ضعف القانون، وبين بأن استمرار تجفيف البساتين وتقطيعها سيتسبب في زيادة التصحر والتغيير المناخي في العراق. رسالة على والسابق يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمودي من الموصل يقول أخوي مطالب بالعفو العام، والله ملينا، أبوي نقيب بالسجن خلال شهر واحد حكمه عليه بالإعدام ونقلوه على الناصرية. رسالة يقول السلام عليكم، عيني أستاذ عمر الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الرائعة. أشو من إيران قطعة الغاز عن العراق، شو الكهرباء استعدلت شوية، لازم هسه يشتغلون على الماي. يقول وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي تحدثنا فيها حول أسباب ارتفاع أسعار الخبز والصمون في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.